أول شيء نصبح على قناة الفجيرة على جميع متابعيها. طبعا دولة الإمارات هي من الدول يعني السباقة في الأجهزة الطبية، يعني حتى الأطباء الخبرة الموجودة داخل الدولة. ف يعني الأجهزة الموجودة حاليا أكثر شيء التجميل، فأنتوا كنتوا تتحدثون عن موضوع التجميل، فهو أكثر شيء اللي متداول هو التجميل والعيادات التجميلية. صح، دائما تلقى الواحد يلجأ للأشياء الأجهزة الإلكترونية حق العمليات التجميل، لكن قبل كانوا يستعملون الحقن أو الأبر أو العمليات أو إيد الطبيب. الحين قبل الماكينة نفسها تقدر مثلا الخصر، تقدر تنزل وزنك، تقدر تسوي أشياء بجهاز معين. صح، يعني حاليا هي الأجهزة يعني تطورت أكيد. عندنا الليزر مثلا مو مثل قبل، مثلا يعني تطورت من ناحية بدون ألم. معلش قطعتكم من شوية، كنت بتكلم عن الثقة. صح، أهو المثال، بسمة صديقتي وأنا بحبها جدا جدا جدا، وبحس براحة نفسية جدا في المكان عندهم بسمة بغداد. بعشق انك تكون قاعد حاسس انك في بيتك، في مكان للاطفال بالظبط، في مكان للاطفال، في مكان للكبار، في ماشين تقوم تعمل قهوه، في كل حاجه، كل شيء تكنولوجيا ما شاء الله كلها يعني. بس هي تقول لي منى اعملي كذا او ما تعمليش كذا، الموضوع انتهى. ليه؟ صاحبتي مش هتضرني، مش هتعوز تستفاد مني ماديا قد ما هتعوز ان شكلي يكون حلو. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه. كمان التكنولوجيا بسمه اللي احنا هو موضوعنا النهارده، انه دخول التكنولوجيا بشكل كبير قوي في مجال الطب، قد ايه بيساعدك انت كمان انك تطلعي الشغل او النتيجه بتاعه الشغل بشكل دقيق جدا زي ما كان بيتكلم مهند من شويه. اكيد هي التكنولوجيا يعني تطورت بالامارات، يعني حتى الاطباء، انت تعرفين من الامارات يعني جنسيات مختلفه، حتى الاطباء الموجودين بها حاليا يعني كلهم عندهم خبرات. يعني تعرفين انت من العراق في ناس خبرات، من سوريا، من الاردن، من الهند، فاكثريه الاطباء الموجودين بالامارات هم عندهم خبرات عاليه، بالاضافه الى انه يعني تطورت الامور انه في كورسات من ناحيه التجميل، ناحيه الاسنان، فهذه الكورسات يعني طورتهم اكثر بعد، فحتى دخلوا الاجهزه الحديثه. فحتى تعرفين انه دوله الامارات يعني من الدول اللي مشهوره بالعلاج السياحي حتى التجميلي، يعني يعني حتى يعني اكو ناس جايين احنا عندنا، يعني قبل يومين اجوني ناس من النرويج خبروني انه انتم هذه الاشياء اللي عندكم ما موجوده احنا عندنا، مع العلم ان دوله النرويج يعني متقدمه، بس الامارات سبقتها من ناحيه الاجهزه الطبيه، الكفاءات الموجوده بها، فهذه همنا يعني. واهم شيء انه حتى هي الكفاءات او حتى اي جهاز اذا بتلاحظوا منتدى طبي وقصص كتير بتصير ومؤتمرات لحتى يخبروا الأطباء أكثر كيف يقدروا يتعاملوا مع هذا الجهاز وكيف يقدروا يطبقوا مثلا شيء معين على حالة معينة. فدائما الطبيب بتلاقوا خياله واسع، قادر هو يعرف الحالة اللي انت عندك ويلاقي لها حل. حتى البيشنت قبل يصير عند الطبيب هو عارف هذا الجهاز هيستعمل حق شو، صار الحين عندنا صار معلومات كبيرة، قام تقوم معارض كبيرة عندنا في دولة الإمارات. صحيح. تعرض أهم المنتجات أو آخر ما توصل للعلم. صح. بالطب عندكم يعني حق، بس عارفين يعني مثلا من التخصص اللي انا بشوف انه صعب جدا هو اداره مجموعه الاجهزه، او لانه في جهاز مثلا في طب الاسنان، في جهاز في التجميل، في جهاز مش عارفه ايه، انت ده تخصصك بسمه، اداره الاشياء دي كلها بيكون حتى اصعب من الطبيب نفسه اللي هو تخصص الطبيب. قد ايه بتشوفي انك لازم تجربي الجهاز ده مره واثنين وثلاثه وتشوفي النتيجه بتاعته هينفع ولا لا؟ طبعا هي المتابعه الطبيه اساس يعني الشغل الناجح. يعني انت اول شغله انه لازم تجربين الجهاز، يكون هذا الجهاز يعني اول شيء تجربه قبل ما تستخدمين للبيشنت. صحيح. لانه على مود يعني تبتعدين عن المخاطر الطبيه. صح. بالاضافه يعني البيشنت صار عنده علم بكل الاجهزه، يعني يجي هو بنفسه يطلب هذا الجهاز موجود عندكم ولا ما موجود. فاحنا نقول له اي موجود، مثلا يقولوا احنا عيادات ثانيه انتم ما عندكم هذا الجهاز، فمضطرين احنا نواكب الوضع يعني. طبعا دائما سؤال بقول لك التكنولوجيا ست بسمه، مشان نزل الجهاز الجديد وجربتوه واثبت فعاليته، هذا الشيء بياثر عليكم لبعدين بعده نقط، منهم يمكن التكلفه للمريض، ممكن انه هالمريض ما بقى ينوجع، لانه احكي مثلا انا اهتم بقصة العين، جراحة العين ما بقى في التشطيب والهيدا، صار في ليزك وليزر مو هي حسب الحالات. صح، احنا ما نقدر نحكم، مثلا اكو حالات جراحية يعني الأجهزة ما تنفعها،
مثلا اكو حالات لا، مثلا اذا حالات بسيطه الاجهزه تنفعها، بس اكو حالات لا. كان سؤالي لك لحضرتك، الاجهزه التقنيه الحديثه ما بتشيل الجراحه، او ما فينا نيجي نحط الجراحه على او احنا انت عم تيجي يعني حكيت من حوالي الجمعه 10 ايام عن ال 5G وتكنولوجيا، والحكيم حيصير قاعد ببيته عم يعمل جراحه بالروبوت يكون الدكتور او بروبوت. احنا بالاجهزه الحديثه، بس بوضح النقطة، احنا مش عم نكون عم نشيل مهارة الحكيم الدكتور او نحط الدكتور على جنب وصار بس الجهاز انت مسلم حالك له. لا طبعا مزبوط. لا احنا قبل كل شيء انه احنا ما نمشي حتى على الاجهزة بدون استشارة الطبيب. لازم استشارة الطبيب هو اللي يحدد هذا الجهاز راح ينفع او لا. فاكيد ماكو جهاز راح نشتغل عليه الا باستشارة الطبيب وبموافقته، يعني هذا اساس، يعني الطبيب بوجوده رقم واحد بالطبيعة. يعني مهما كان الجهاز واو لازم برضه ما اقدرش استغنى عن الطبيب. الحين تعرفين من قبل نلاحظ الواحد بيروح لاي مستشفى اول شيء تشيك عندهم اجهزه ولا ما عندهم اجهزه، صار الموضوع اذا كان المستشفى هذا متطور بتفوت لعندهم بتفوت على الاجهزه اول شيء عندهم اجهزه ما فيش اجهزه. لا الاجهزه موجوده، يعني اكثر شيء صار متوفره بالمراكز الطبيه اجهزه حديثه، يعني اكو مستشفيات ما موفره هذا الشيء. يعني مثلا العلاجيه، المستشفيات العلاجيه مثلا ما توفر مثل العيادات التجميليه الموجوده، يعني صح. كل واحد يعني النظره موضوع التخصصات صار بيساهم كثير بالقصه. يعني هلا مثلا انت ما فيك تدخلي مستشفى وتلاقي عندهم اجهزه ليزر مثلا، صح. او تلاقي عندهم اجهزه تجميليه مثل لما تروحي عياده متخصصه بالتجميل، او لما انت تروح عياده متخصصه بطب العيون، صح. رح تلاقي عندهم اجهزه مش متوفره، صح. بالمستشفيات العاديه، صح. المستشفيات عامه التخصص يعني. عكس ما وحده تروح صالون نسائي وتحصل عندهم اجهزه الكترونيه اجهزه طبيه ويقول لك يلا بنسوي لك احنا اليوم ليزر بنسوي لك هذا الشيء. حبيت التشبيه. عايزه اتكلم مع بسمه كمان في موضوع مهم جدا. بسمه انا عشان اعرفك مش هقول، بس انا عايزاكي انت تقولي للناس ازاي بتقدري تمتصي قلق وخوف المريض اللي داخل. انا داخله ايه؟ بص دخلت المستشفى والعياده ده شيء مش ظريف انا بحبه. ازاي بتقدري تمتصي القلق ده؟ اول شيء هو اساس انه تمتصين الخوف والقلق الاسلوب. الاسلوب لازم، يعني اول شيء تهدي انه تضيفي، احنا هاي من باب احنا نسويها عندنا بالمركز، نضيفه نشوف شغلنا انه على مود يكون يشوف يعني الناس اللي جتي قبله يشوف النتائج، هو راح يرتاح. توريهم صور مثلا، صور قبل وبعد، والمده مثلا الدكتور كم المده اللي اشتغل بيها، لان اكو ناس تتخوف انه ياخذ وقت ساعه او نص ساعه او ما اعرف شنو، فهذا اكو خوف عندهم شوي. فهذا يعني همينا يعني احنا نحاول دائما نمتص القلق والخوف من عندهم. وبتخيل كثير مهم كمان، ما بعرف اذا بتوافقيني الراي، المتابعه مع الحاله بعد ما تفهم من عندك مثلا، تتابع هي شو صار معها، اذا صار معها اي تاثيرات جانبيه او اذا صار معها اي مشاكل. المتابعه ضروريه، لانه احنا يعني على مود نبتعد عن الاخطاء، لان المريض يحب الاهتمام، صحيح، في سبيل انه يرجع لك. بس اذا انت تهمليه بعد خلاص، يعني حتى ما يشجع يرجع. فهو احنا شغلنا بصورة عامة الاسلوب يعني هذا ضروري يعني بالنسبة للمريض، خاصة انه فايت يقعد على مكنة جديدة ما بيعرف شو ممكن يطلع منك بعدين، فانك يعني كمية التوتر اللي حتكون عنده فظيعة عالية، صح. مو هي تختلف مثلا قسم عن قسم يختلف، صح ولا لا؟ يعني مثلا العلاج غير التجميل، اللي جاي هو يسوي التجميل لازم يعني هو يعني يتحمل هذا الشيء مثلا، صح. اكو شغلات بسيطه واكو شغلات لا، هو لازم يعرفها انه هاي مو بسيطه. عندك حق، بس عارفين يعني مثلا بشوف ان انا لو مكان بسمه، وكمان عايز اسالك السؤال ده مهند، انت ما بتروح تشتري موبايل بتقرا عنه لحد ما تزهق، صح. ما بالك جهاز طبي يعني ما حتى الجهاز او اسال ايه والله لا جهاز الليزر اللي اسويه في وجهي اشيك انا عارف هذا الجهاز بارد هل جهاز هي دي الفكره صحيح. ايه المعايير اللي انت بتحددي من خلالها ان انا خلاص هشتري الجهاز ده او لا مش هشتري؟ مو هي احنا ما نقدر نحدد، احنا على طلب الناس، على طلب البيشنت من يجي مثلا. اول شغله مثلا نعطي الليزر، يجون مثلا يقولون احنا متخوفين من الحراره العاليه، فاحنا نشتغل جهاز بدون الم، يعني بارد بدون الم، في سبيل انه ماكو خوف بعد. وفي ناس ياخذون العكس يقولوا بالقديم، القديم اقوى يحس اقوى انه بنتائج اكثر، بس هذا مو صحيح، لان احنا دائما كل ما الجهاز حديث هذا بنتائج اكثر، يعني البارد يعني بيعطيكي نفس نتائج الليزر العادي واكثر بعد. حلو، هاي معلومه دائما كل ما الجهاز يتطور اكثر القديم
لا بالعكس لا، يعني انت كل ما الجهاز يتطور اكثر بالنتائج تكون يعني فوريه واحسن. او يمكن دائما نحن مزروعه ببالنا فكره انه اذا انت تألمت معناها انت رح تاخذ نتيجه. ما حسيت انه ترى في مثل الاجنبي يقول لك بيوتي سبين، اي شيء يعور هو للجمال يعني. صح تحملي لازم. بس احنا يعني كمان الجمال بده تضحيه، الجمال بده تضحيه يعني الجهاز يعني لازم نغيره بين فتره وفتره يعني نواكب الوضع، لانه يعني مثلا اليوم اخذنا الجهاز بعد فتره نزل جهاز جديد، الناس بتروح على الجهاز الجديد، فانت مجبور تجيب جهاز بعد احدث. حتى لو الجهاز اللي عندي ده ما اخذتش، حتى لو اخذنا سنه اذا نزل جهاز جديد انت مجبور تغيره. اللي خرب عليهم السوشيال ميديا، عقليتها تغيرت بقى زي الموضه، الجاكيت ده نزل السنه اللي بالضبط. فاتت مش هينفع. بس تاثير السوشيال ميديا على المواضيع دي، واحد صار بيختار عياده يقول لك اول اعلان نسويه احنا عندنا احدث بالضبط الاجهزه، الاجهزه عندنا احنا موجوده، فانت رحت تدور بين كل عياده وعياده تشوف شو الاحسن موجود. بس ما تحسوا صار الموضوع فيه هيك شعر التجاره يعني، وخصوصا بقصة الأجهزة الجديدة، إنه إذا أنا عيادة رح أجيب كل الأجهزة الجديدة مشان يزيدوا زبايني حتى لو أنا ما عم بعطيهم اللي بدهم إياه. بدي كمل السؤال تبعون نوار. تجارة وفي هيك معترف موجود عند العالم كله، والله هذا الحكي جايب جهاز جديد، فلأنه جايبه جديد ومكلفه مصاري بده يخليك تروح تعمل إجباري فحصك بهذا الجهاز كما يطلع حق. هي مو شرط هذا الموضوع يعني، انا ما يعني الناس اللي تقول مثلا يوم انت ارتحت على عياده معينه ما راح تغير، يوم ارتحت على عياده معينه ما راح تغير لا الاجهزه ولا راح تغير طبيبك، يعني يوم انت مرتاح على طبيب ما راح تغير. بس اول شغله انه الواحد مو يعني مو حق التجارب انه يجرب يوميا من مثلا جهاز الجهاز او من طبيب الطبيب. حضرتك عم تحكي بسنه عم تغير جهاز، دافع حقه هذا الجهاز بيطلع حقه بالاخير، مش مو دائما يطلع حقه يعني. بس انت لازم انت يعني تكسب الناس صحيح وترضيهم، بس يعني هو هذا اساس احنا ثقه عدنا. وسمعه العياده بالنهايه. انا دعوني انصف الاطباء دلوقتي، لو الدكتور ده ما عملش دعايه للجهاز انا هعرف منين كمريض انه الجهاز عنده؟ طبيعي يعمل دعايه وطبيعي يقول انه احدث الاجهزه موجوده عندي، وطبيعي يقول ان احدث انواع الفيلر والبوتوكس وده بيعمل كذا، ويعمل لي مقارنات والاقي تحت اراء ناس وتعليقات. انا ما بدخل اشتري جاكيت من على اونلاين مثلا ويب سايت والتعليقات، بقرا تحت التعليقات، فما بالك حاجه طبيه، فطبيعي ان الدكتور يكون بيعمل دعايه وحاجات. الدعايات اكيد لازم، هو الشغل بصراحة يعني الشغل التجميل لازم دعايات، انت عارفين كثره المراكز الطبيه بعد لازم منافسه يصير عليها تسويق. صح، وخصوصا مثل ما انت حكيت مهند من شوي انه المريض صار ذكي، صار عارف لوين رايح، عارف شو بده. يعني انت لما تروح عند الدكتور ويقول لك انا عندي نوع البوتوكس هاد وعندي هاد، هذا بيعمل هيك وهذا بيعمل هيك، ممكن يكون عندك معلومات مش عنده هو كمان. بالضبط عن جد، يمكن انت اذا ما هي حقيقه تخصص الميك اب انتم خبير اكثر، فبظن اذا هذا الطبيب ما عمل لك هي المقارنه انت ما تقدر تكسبي ثقته، بتحسي عم تضحك عليك. صح، يعني احنا نوع من المرضى يجونا حتى هم جايبين المواد بيدهم معاهم يقولون هاي مواد احنا جايبيها، بس احنا مرات ما نتقبل نسويها، لانه يعني لازم يكون شيء من عندنا على مود احنا نتحمل المسؤوليه. تكون عارفين هالمنتج شو، اي مثلا مرات يجيبوه من تركيا، مرات يجيبوه من مكانات احنا ما نقدر، احنا هنا لازم يعني ماشيين على قانون الصحه، ويعني المواد تكون مرخصه على اساسها نشتغل، يعني لازم رقابه. بس ما جمبوري النهارده نورتينا وشرفتينا، ولازم كلنا نعمل زياره لبسمه بغداد وننبسط ونجرب الاجهزه اللي عندهم الجديده. انت طبعا من الناس اللي نحبهم اكيد حبيبه قلبي، يمكن انت اول وحده يمكن تدخلين علينا قبل سنتين يعني. صحيح نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه. بس نطلع بريك وبنرجع نطلع بريك، خبرينا منا شو سوت العياده.